قاصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. قاصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 2/10/2014. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. طبعا برميلين دفعة واحدة في هذا الاتجاه برميل. وفي هذا الاتجاه برميل. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 2/10/2014. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. برميلين دفعة واحدة. عشرة 2014.